ذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك. اسمي الرئيلندي. عندك كم سنة؟ مش عارف بس انا عايش بقى كتير. تهمتك ايه؟ تهمت سعادتك ان انا رحت اجيب عقد الشقه بتاع ابويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضرب واسف. وايه لو سمحت؟ غصب لان غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب الشقه سعادتك وطردني في الشارع برضه غصب وتضرب وانا ما رضيتش اتكلم ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي راح ضربني بالبوان في وشي وراح عضبني من كتفي وراح زرفني نص كده نزلت على ودن اسنجيت بقى. نوضح لو سمحت. واسنجيت يعني اترشيت سعادتك وانا كان ممكن امد ايدي عليه ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله انما ما رضيتش لانه ده مهمن كان برضو عمي واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا والدنيا دي سعادتك يعني. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات. ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الانسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكه وقشف كخه عايزنا نطلع الطيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمة لا تفيد واطلب في نهاية البرنامج اغنية لام العزيزة سيد الحبايب يا حنان انا انت. مسجود بتطفك كده ليه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعتها. مش لابس الطاقية ليه؟ بسرعة طلع لشهاد. ها؟ لشهاد الطاقية يا مسجود. لسان الطاقية لسان الطاقية اهو اهو البس الطاقية. قبل الطاقية اتحرك كله يتحرك. شايف خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا أحب أعرفكم بنفسي. أنا رياض المنفلوطي أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خطة واحدة نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين أحبك. يا سلام تبقى صاحبي حبيبي. تغلط يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك. هعصرك تنسي المساجين صغيرين. احب اقول لكم ان السجن هنا التزام. احترس احترس مني هتلاقيني منطلق في كل مكان في زنزانتك في فرشتك في نومك في حلمك هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هتقول الكلب ده هون على مكتبي. ايه يا انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. وقفت تتنطط لي في الطابور زي الكره الجل يا عطري. الحقوني يا باب الحقوني.
هتمشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب بسرعه. الله يعمل زنزانه الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه، اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتها تعدي على خير. يتوزعوا الزلازل. تمام يا فندم. يلا بسرعه. وانت يا ابني انت وهو طبعا ما حدش قدكم، اخر ليله تبقوا في السجن. يتوزعوا على عنبر الافراج. يلا خش على تابوت. يا عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروح. مروح ايه؟ خدنا افراج يا راجل. والله كنت حاسس ان انا مريض. دول يا متولي ده مصروف الشهر يا انشراح، واعملي حسابك على كده. انت بتودي فلوسك فين يا متولي؟ شهر طويل عريض ما تطلعش غير بكام ملطوش دول؟ ليه الناس بطلت تاكل؟ لا الناس بتاكل يا انشراح، بس زي ما تقولي كده رجلهم خفت على الطواجن شويه. الو ايوه باشا. ايوه فندم. ايوه باشا حاضر بسرعة ومن غير تقلية. بكرة؟ حاضر يا فندم. حاضر يا فندم تحت أمر سعادتك. مع ألف ألف سلامة يا باشا. مع السلامة. مين اللي بيطلب منك بسرعة في وقت متأخر زي ده؟ ده زبون. وزبون إيه اللي صحيك في نص الليل يا متولي؟ ويصحيني من الفجر كمان يا شراح. لأن الزبون ده أحسن منك ومن اللي خلفوكي. وهالفاضي بقى في الكلام عشان اللي انت دي شكلها مش معدي على خير. ها يلا وريني بقى هتعمل ايه. انشراح هي البصاره بتتعامل ازاي؟ الساده الحضور، انا وعدتكم برفع مستوى الطالب والمدرس خلال الفتره اللي فاتت، وافتكر تم عمل انجازات محدش يقدر ينكرها. وانا بصفتي كنقيب للمعلمين بوعد حضراتكم بمزيد من الانجازات خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. شبعنا بقى كلام ووعود. هي النقابه يعني بتعمل ايه للمدرسين؟ وزعلانين قوي ان هم بيدوا دروس خصوصيه. البلد دي لا يمكن حالها هيتعدل طول ما نظام التعليم فاشل، وطول ما نظام التعليم فاشل يبقى النظام كله فاشل. يسقط نقيب المعلمين. يسقط نقيب المعلمين. يسقط نقيب المعلمين. يسقط نقيب المعلمين. الموضوع ده لا يمكن يتسكت عليه، لازم نصعده لأعلى مستوى، إن شاء الله حتى نروح للري. قبل انصراح. نعم. أنا شايف إن حضرتك عندك آراء بناءة وطاقة أحيانا مستخسر تستنزف هنا في نقابات. فإيه رأي حضرتك لو تشرفينا بالليل في مقر الحزب؟ حزب إيه؟ حزب المعارضة. هناك هتبقى كلمتك مسموعة أكتر. وكمان هتقدري تحققي اهدافك وتستخدمي طاقتك دي في حاجه تفيد البلد. النهارده احنا بنعيش مرحله غير مسبوقه من الديمقراطيه.
الناس دلوقتي بتقول رأيها في كل حاجة. جرايد كتير بتكتب نقد وهجوم، وأحياناً علي أنا شخصياً. أنا بيهمني في النهاية العمل والإنجاز، مصلحة البلد عندي فوق أي اعتبار. نقد موضوع البناء مهم جداً في كل مرحلة من المراحل، ده بيساعد كتير في الدراسات والإصلاحات اللي بنقوم ليها يوم بعدين. بسم الله ما شاء الله، الرئيس كلامه حلو قوي، ربنا يديله الصحة يا رب. الشيلة تقيلة يا ابني، الله يكون في عونه. وبياكل ايه ده يا اسطى؟ ده تلاقيه مثلا بياكل على الصبح كده 4 كيلو جمبري ولا حاجة. والنبي انتهبل يا ابني، ده اكلته ضعيفة، شوية شوربة عدس، شوربة خضار، شوية بصارة، حاجات كده يعني. هو انت هتفت في اكل الرئيس كمان؟ كل المجهود اللي عملناه بتولي، بنتمنى ان ربنا يوفقك. كنت فين لغاية دلوقتي؟ كنت في الحزب. حزب ايه؟ حزب المعارضة يا متولي. انضميتي لحزب المعارضة يا شراح؟ احزاب البلد كلها فاضيه قدامك وبتدش، ما لقيتيش ان حزب المعارضه. انت خايف من ايه؟ وبعدين انا عايز افهم انت جبان كده ليه؟ ما هو مش معقول يا انشراح، مش معقول تبقى انت في حزب المعارضه وانا. انت ايه بقى؟ انا راجل غلبان وعايز اعيش. وهي دي عيشه اللي احنا عايشينها؟ انت راجل على باب الله ومش لاقي تاكل، وانا بيتقطع نفسي طول الشهر عشان اخد في الاخر 170 جنيه، ولا لاقيين حتى حته اوضه وصاله يلمونا ونعيش بيهم، بالذمه دي حياه؟ وبعدين انا عايز افهم، مش السبب في كل ده مش الحكومه؟ اسكتي بقى، انت ايه؟ لا بقى، ما هو الرئيس لازم يعرف الناس عايشه ازاي. اسمعي يا انشراح، انا هنا راجل البيت وكلمتي لا ترد. يا انا يا حزب المعارضه في البيت ده. دي معارضة ولا بلاش؟ عصاية شمسية رايحة البحر. خف شوية يا جبار. تعالى متولي، ايه رأيك في المظاهرات اللي حصلت في البلد؟ دول ناس عايزين قطم رقبتهم، بيعطلوا المراكب السايرة يا باشا. ما هتجينيش، هتنطرني، ما هتنطرنيش، هتزحلقني، ما هتزبحلقنيش. ايه ده؟ هانيا؟ لا والله يا هانيا بجد، انت اختلفت خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ خلاص بقى ما تكسفنيش. شفت نفسك في المرايه عامله ازاي؟ شعرك فرتيه وحلقات دقنك و... ايه ده ايه ده ايه ده بجد، انا اتثبتت. انت ايه ده؟ يلا بقى اطلبي حاجه كلها. انت جايه دايسه جامد ليه كده؟ جايه عايزه اكل على طول كده. اسمحي الورده دي تبقى ليام. ايه ده؟ لا عليكش، كنت قاعد عمال اقول يا ترى هتفرقعني ولا ما تفرقعنيش. قبل الاكل بقى وقبل ما نلغوص ايدينا، انا محضر لك مفاجاه. اتفضل. كل سنه وانت طيبه. مساء الخير. هي دي؟ ايوه. ايه اللي هي دي؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو هايلا. هابي هايلا ايه؟ هانيا هانيا. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو هانيا. هانيا صح؟ ايوه هانيا هانيا. هابي بيرثداي تو يو هانيا. شكرا. ايه ده بتقلب خفايف بالليل ولا ايه؟ غريب قوي. ليه غريب ليه؟ وحنينة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بالراحه عليا، انا مش قد الكلام الجامد ده. تتصور اللي عملته النهارده ده خلاني احس ان انا عايشه لوحدي طول عمري. حتى اهلي عمرهم ما احتفلوا بيا ولا حتى قالوا لي كل سنه وانت طيب. يا ستي بس بالراحه كده شويه بس، انت يعني بيني وبينك بقى كده يعني عشان ما نبقاش غم، بيني وبينك تعالى نتكلم. ها؟ انت منتظره ايه من العصابه اللي موجوده عندك في قلب البيت؟ النبي منتظره ايه؟ دول لو فكروا في الصحوجه هيودوك افغانستان والله، ويوم ما تطلع في ابنهم يعملوا عيد ميلاد لهانيا بنتهم هيعملوه في عيد الجلاء. انت نصيبك بقى في الهدايا، طبانجه، سونكي، نص الي، المهم ان لازم يكون في جريمه قتل حتتم في الليل. بيني وبينك بقى، فيش واد كده مزي كده عمل لك الحفله دي والقعده دي قبل كده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ما اسمحلكش بالكلام ده،
انا مش بتاعت كده خالص. ايه اللي انا مش بتاعك كده خالص؟ هو انا قلت لك تعالي البيت؟ انا بقول لك يعني انت تركيبتك ايه وكيانك ايه؟ انسى. سوف لا نشتري شجرة، ستكونين أنت الشجرة وسنعلق عليها أحلامنا. أي طبعا. وهمومنا وهدومنا وبنطلوناتنا. كل أحبك قيد زينة وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. يا أغنية كاظم الساهر، بس ده طبعا كاظم الغيظ. هنقول احنا لسه حبايب، يوه ما خلص قلناه. هنقول لسه قلبنا داي، يوه ما خلص قلناه. هنقول احنا لسه حبايب، يوه بقى. ايه 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 يا غالي يا غالي، هي غلاسه وخلاص. انا عايز ابسطك. تبسطني ايه وتزفتني ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. احنا مش اتفقنا؟ لا ما اتفقناش على كده. وما تعملش كده تاني مره، ما تعملش كده تاني مره. احنا متفقين على اغنيه واحده بس، هابي بيتزا، صح؟ هابي بيتزا، مش كده حصل ولا لا؟ دخلتلي بكاظم الساهر وسددتلي جيوب الألف بوسكيت، ودخلتلي بعدها بمصطفى قمر. هنقول احنا مش ناقصة. طب اسمع دي، اسمع دي. مش هسمع دي. وايه القرف اللي انت لابسه ده؟ ايه؟ لابس لي قعدة عربي؟ يلا يلا اجيبتك يا عم. نأسس في الكمال ده تأسيس أساسي يعني في الغلاسة. أنا برد على التليفون بس لحظة. ألو؟ أيت هاني؟ قاعد مع مين؟ تضرب محشي؟ اضرب محشي. صلي على النبي، بيتنا كله منور. كل يا حبيبتي بالهنا والشفا. ميرسي يا ضنط، بجد الاكل حلو قوي، تسلم ايدك. قولي لي يا حبيبتي، انت متجوزه؟ يعني معلش يعني لو متجوزه تهاني هتفضل قاعده معانا كده يعني قاعده دي يعني؟ انهي نطعه هيبقى حاجه زي كده؟ يا واد اسكت، بجس لك نبضها. يا ستي تجس نبضها ايه؟ وانت شايفاها عندها هبوط ويا قاعده. اسكت بقى. ولا مخطوبه يا حبيبتي؟ ولا انت كمان؟ النبي الواد بشكر ده زي العسل وما يتفتش. تهاني منصه قليلة يعني، احنا جايبين له الصيني والنجف ومصاري النوم كمان بالمره. بالك انتي بقى، كوبايه الشاي بعد الاكل فوق سطوح بيتنا ما تتفتش برضه. ايه يا وليه يا واطي احترم اللي جابه كرامه اهلي. ايه ده؟ الرجاله اللي في الحياه الشعبيه حاجه بقى يعني. الراجل راجل دمه حامي وسخن، راجل بجد. يا راجل يا معلم تخفي. ايه ده؟ انت مرقلي ليه كده مخنوق؟ حاسسني ان انا بشتمك. اهو يعني هم كده تقريبا بيلغوا بعض يعني. تقريبا كده بيلغوا بعض، دول هيموتوا بعض. ما هي دي بدايه الصلح. والنبي عايز ما تلمسنيش. شفتي ده الليله؟ معقوله بعد الفضيحة اللي عملوها دي يتصالحوا بالسرعة دي كمان؟ حياتك، وبالسرعة دي هتلاقي 18 عيل بيجروا في الحارة بكرة. سمع؟ سمع الكروان ده؟ بمناسبة العسل بقى بتاع أختي، مش فاهمة حاجة. يا العسل بتاع أختي تهاني، لما قالت الواد بوسكرز ده عسل وراحت بصالك كده، هل أنت العسل ده هو فعلا نفس العسل اللي عند أختي، ولا أنا أروح أجيب عسل من برا؟ لا لا كده صريحه واضحه كده جريحه. لا مش قصدي. انا قصدي ان العسل بتاع اختك هو العسل اللي انت قصدك عليه. لا انا كنت عايز اقول لك فعلا على حاجه. طب قول بسرعه عشان حاسه ان قلبي بيدق جامد. ومفتاحي على طول على طول مفتاحي، مش يمكن يكون ابن الحلال واقف ومترقص لك؟ ها مش كده ولا ايه؟ بس انت كنت عايز تقول لي حاجه. لا قول انت الاول. لا انت قول الاول. طب اقول لك على حاجه، تعالى نعمل زي فيلم لبنى عبد الحفيظ وعبد الحكيم حافظ في دمي ودموعي والتصاقاتي. انا خدت مفتاح شقه واحد صاحبي، هي شقه مفروشه. تخلصي حاسسك وتجيني على العربيه ونطلع على هناك. تاخد مراتك شقه مفروشه يا متولي؟ مش احسن ما اخد حد غريب يا انشراح؟ متولي قصه متولي. امر عم صلاح تعالى. اقعد.
دقيقة واحدة. أنا راضي ذمتك. طول عمرك طباخ بريمو 10/10 وكفاءة. أنا ما بقولش كده عشان أنت جوز بنت أختي. في يا عم صلاح وقعت قلبي. دوق وسمعني. تحب تسمع إيه؟ أسمع إيه؟ بقول لك دوق. أعوذ بالله. أنا طبخت كتير وقليل، عمري ما دقت النوع ده. الهانم بتستقرضني وبتقول لي إن دي خبيزة. بذمتك دي خبيزة؟ خبيزتي إيه؟ ده برسيم بالدمع. حكمت يا شيف. ولما الهانم تطبخ لجوزها على الفطار برسيم يبقى إيه؟ يبقى حمار. تقصد إيه يا متولي؟ ومش معقول كده يا عم صلاح. مفيش حد أبداً يقوم من النوم الصبح يفطر طبيخ. أنا حر، حد شريكي؟ بص بقى، أنا هعمل لك النهاردة طاجن كوارع من اللي وصى عليه لقمان، على الأقل يرمي لك الكام عظمة اللي طالعين منك دول. بجد يا ميتو؟ بس أنا ليا طلب واحد عندك يا عم صلاح. أمرني. تديني الأوضة ساعة أخد راحتي فيها أنا وانشراح. تفهمني غلط يا ميتو. غلط إيه؟ دي مراتي. يبقى تدفع أرضية. وإحنا بنلعب قمار. يا صلاح. إيه ده مالك فيه؟ سيبني دلوقتي. سيبني دلوقتي يا ميتو. سيبني دلوقتي. يا ام ابراهيم، خطه المحشي يا اخويا بتبوظ مني، اعمل لها ايه بس؟ سلقت الكروم؟ سلقته وقطعته. حطيتي ورق اللوري وجوزه الطيب؟ كل اللي قلت لي عملته، وبرده بتفك وتسيب مني. يبقى العيب مش في الخلطه، العيب فيك انت. انشافي على المحشي شويه وانت بتحشيه. ها اتعلمه بقى يا زميتوالي. يا زميتوالي يا ام سعيد، الملوخيه يا اخويا بتظهر في الحله. ما هي لازم تسقط بندك في الحلة. شققتلها؟ والنبي شققتلها. سمعيني شققتك كده؟ خرب بيتك، دي شقة مفروشة. سي متولي، عايزة ايه انت كمان؟ في ايه؟ ده ايه الحارة اللي مراهاش غير الأكل دي؟ بخا بخا. اخرك كده بتوع الحي جم وكانوا هيشدوا العربيه. وعملت ايه معاهم؟ طاجن الحي كان جاهز، اديته لهم، بس هيعدوا عليك النهارده بالليل. وبالنسبه لطاجن التامين الصحي؟ اه، ما هو الراجل جه وسال على الشهاده الصحيه. واديت له الشهاده؟ لا، اديت له الطاجن. ولا بصله، في طاجن ناقص. فين طاجن البلديه؟ طاجن البلديه اديته لبتوع الكهرباء. الظاهر ان في حد نشك شكوى علشان الكهرباء اللي عمالين نسرقها من العمود دي. سيح بقى، سيح وعلي صوتك عشان كهربك دلوقتي. هنعمل ايه مع بتوع البلديه؟ انا جهزت لهم طاجن عكاوي. حاكم بقى البلديه دول بيموتوا في العكاوي. انت هتقول لي؟ طب وبالنسبه بقى للكهرباء اللي عمالين نسرق فيها دي، ايه يعني؟ اسكت بقى. اله يا رب يطعمك ما يحرمك. ولي يا شحاته، عم شحاته صب هيره، بوس ايدك. بقالك 4 سنين كل يوم تيجي هنا تدعيلي وتاخد اللي فيه القسمه. انت تخلع من هنا ويحصل لي حاجات مصاريفه من هنا. طب ايه رايك ادعي عليك المره دي؟ يمكن يحصل لك حاجات ظريفه. يا عم لا تدعي عليا ولا تدعيلي بقى. بصله. نعم. طاجن الباميه اللي فاطمه الزبون بتاع امبارح. باميه. الله يا رب يجعل في حنكك سكره وفي وشك جوهره. قادر يا كريم. عم شحاته، ربنا يعطيك ويعطيك يا رب يا كريم. البلديه يا عم متولي، البلديه. البلديه يا عم شحاته، بركاتك. يلا يا عم انت وهو، شيل الحاجات دي ورميها في العربيه بسرعه. يلا. يا باشا باشا، صباح الفل. ايه داخل علينا كبس الهيد والطاجن على النار؟ ولا نعم طاجن البلديه يخرب بيت استباحتك. خلاص خلاص، رجع كل حاجه مكانها ورصوها كويس. سلام يا متولي. مع الف سلامه سعاده الباشا. مين يجيب لي الطاجن؟ العكاوي يا باشا. بتلو 100 100. يلا سلام يا متولي. الف سلامه يا ابني. يلا دور اطلع.
قلت لك خلاص يا بكر خلاص. انت مش بحبه ان احنا كلنا في مركب واحده؟ عظيم. سيب بقى يا علي. في ايه ده؟ الاسطوانه لو سمحت. ما هي معايا بس انا في حاجه عايز اقولها. الاسطوانه لو سمحت. الهدوء بتاع حضرتك ده بيقلقني. هي انا عظيم. خش بقى عشان تعرف حبيبه القلب موجوده فين. ايوه بس انا من ناحيه الموقف اللي حضرتك عملته ده انا وبيظهر فجاه ويختفي فجاه. المذيعة. ايوه انا مين معايا؟ مع حضرتك برنامج عالم البحار. اخرس ياض. ايوه يا فندم معاك سيف ابو الخير رئيس مباحث اسم الدقي. عالم بحار ايه ورئيس مباحث ايه يا سفله يا زباله يا وطين يا اللي ما تربتوش؟ ايه اللي في الادب دي؟ اطفو. انا يتعامل فيا كل ده بسببك انت. يابا خش يا عم خش. السلام عليكم يا رجاله. نورت بيتك يا حبيبي. نورت بيتك يا حبيبي. داخل على مراتي ولا ايه؟ متعوك ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عم النص؟ مش النص برضو؟ ايوه يعني فاضل لك نص وتبقى كيلو. اسكت يا اضحك يا نص. انا جاي المره اللي فاتت وحادف عربيه، انما المره دي بقى انا جاي بجريمه قتل. عارف يعني ايه جريمه قتل يا راجل؟ اه والله من نص ساعه لسه قاتل. حيوده جاي بجريمه قتل. تحيه مني للراجل النتن ده اللي سابني في اول يوم. انا كمان بحييك. تمام يا فندم، في زيارة على شاب بوشكاش محجوز يا فندم. دخل هذا. تحت امرك يا فندم. بوشكاش محجوز. نعم. زيارة. لمين؟ ليك. وانا عيان ولا ايه؟ زيارة أكل يا حدق. هات يا مرق. اتفضل. بيبي جماعي، بيبي جماعي. ايه فرخة بعتلي جواب ولا ايه؟ انا رشدي هلال يا بوشكش. مش عيب عليك يا راجل لما سلمني اسطوانه مضروبه. عموما انا كنت عامل حسابي على كده. لو عايزين فيلم الحبل المشنقه نفذ اللي هقول لك عليه. النهارده المساجين هتترحل على النيابه. الراجل اللي معاك ده كلبش في كلبش هيكون راجل من رجالتنا. كل اللي في الحجز معاك قابضين وهيوسعوا لك سكه. اوعى. النور هيتقطع من جوه الاسم. الرجاله اللي موجوده هتحجز على العساكر وهيوسعوا لك سكه انت والراجل اللي معاك. هتخرج من جوه الحجز على طول، تروح تجيب الاسطوانه وتبلغني بالمكان اللي انت قاعد فيه عشان ابعت لك رجالتي يجيبوك لحد عندي معزز مكرم. مساء الخير يا حاج، ممكن تليفون؟ اه اتفضل يا باشا. بعد اذنك تليفون من غير ازعاج بس لو سمحت. انا اسف لو انا بزعجك ولا حاجه. الو لسه جرس.
الو الو مشكش ايوه هانيا وحشتني ايوه ايوه انا بص انا بص ايوه يا ست هربت مش وقته ايوه هربت اسمعيني كويس وحشتيني انت كمان وحشتني قوي انت جبت الحاجه اللي انا قلت لك عليها ولا يلا بقى ام بوشكش ايه ده يلا مش جبت السكين جبت الايه السكين اللي في ايديك ايه السكين ده ايه السكين ده السكين اللي في ايديك ده ده اسمه السكين اللي في ايديك ده امال اسمه ايه اسمه سيدي انت مالك بتطجن ليه كده بقى اسمه سيدي سيديل اه سيديل بس نص بقول لك ايه نعم عشان عندكم زفر اه في زفر في زفر اه في زفر تاكل زفر ايه رايك شغال شغال ايه شغال اكل شغال اكل هي بقت مهنه الاكل عندك بقى مهنه شغال اكل في معده تستحمل يعني ولا بعون الله خلاص بعون الله انت هتزق عربيه نقل خلاص امي بقى امي اعمل لنا ها اعمل لنا اكله كده حلوه ها حاضر من عينيا ممكن ابوسها ولا دي فيها حاجه براحتك بس ابعد نفسك عشان ما ارجعش على ايديها ابعد نفسك اكله حلوه كده ماشي ماشي اوكي عن اذنك اتفضلي اتفضلي حط منوم في الاكل للجحش اللي معايا تعاملاتكم الشيكي بتخليني افكر ان انا ابني مستشفيات خيريه اكتر عشان اقدر اوفر لكم كميات الميلاتونين اللي انتم محتاجينها هذا بتاع ايه بقى انا اقول لك بتاع ايه ماده الميلاتونين موجوده في مخ الانسان بالتحديد النخاع لو خدت ماده الميلاتونين من مخ الانسان بكميه زياده شويه الانسان ده ممكن يموت ولو عاش هيعيش بفقدان الذاكرة زي العيان بمرض الزهايمر جزئية بسيطة اتكلم فيها دكتور مصطفى محمود دكتور مصطفى محمود مصطفى محمود الشيخوخة بتضعف والنتيجة ان الانسان يبتدي الذاكرة تهوي ويبتدي ينسى وما يعرفش كان امبارح ايه وعمل ايه ولا المفروض نمر التليفونات تتمسح ده طلع راجل كارثة وانا اللي كنت فاكرة ان كبير وهيبقى تاجر مخدرات ده في حاجات اخطر من المخدرات بكتير اسمعني بوشكاش مش عايز السلسلة عارفة هانيا السلسلة دي زمان كانت بتجيب لي الحظ كنت فاكر انها بتعمل لي حاجة كتير قوي حلوة في حياتي بس من ساعة ما ضاعت جابت لي حاجة احلى بكتير انت يا هانيا مش عايزة تقولي لي حاجة يعني دلوقتي يعني مفيش بوشكاش عايزة ايه يا بنت بقى عايزة ايه هترجع لي تاني انا محظ يا اهلا وسهلا يا باشا هو ده بقى البيت البيت يا مدام اهو اختي تفاحه بقى مش عارفه اقول لك ايه يعني الادب يعني التربيه يعني الاخلاق يعني القلب الابيض يعني كل الصفات دي فيها هو ده اللي انا بدور عليه صح يا ماما طبعا يا حبيبي احنا اهم حاجه عندنا النسب والعيله الطيبه لا اوعى تتكلمي عن النسب والعيله الطيبه احنا معروفين في المنطقه تعالي هنا بس واسالي على عيله حاحه شكري معروفين زي الجنيه الدهب يعني الادب يعني الاخلاق يعني التربيه يعني الاصاله ونوال الزغبي مع بعض الست تفاحه دي ملهاش حل احنا هنا قوي الست دي دي خلتني استغنى عن مراتي شغاله فوق وتحت يا عم هي اسانسير يا عم الحاج انت حاحه اختك عامله شغل كده عقبال اختك ابي حاحه هي اختك بتشتغل ايه بالظبط تك بس استحمى قبل ما تيجي ربنا يخليك يا استفاحه هات يا اخويا اللي بعد وريد ولا عضل كيف يعني يعني فوق ولا تحت ما خبرش عنديك الحقنه دي عضل يلا ارفع الجلابيه واه
اتحشم يا مرة وعد كده. هو انا قلت لك اتجوزني عرفي؟ دي حاجه عضل. عضل؟ انا عضلي كله قدامك اهو، اختار العضله اللي تعجبك. يا ام الجهل، حقنة العضل دي بتتاخد ورا. انت اتخبطت في نحوكي يا ست انت ولا ايه؟ ها؟ ده انا لو مرتي قالت لي كلام زي ده اطخها عيارين في دماغها. بقول ايه؟ اديني الحقنة دي في اي حته الا الحته دي. انت بتلاقي حته ارض. بقول لك ايه، ما تقفليش دماغي. يلا روح للدكتور خليه يكتب لك حقنة حشمه. يلا يا اخويا رجع له الجزمه من الجزمه دي. اقول له اديني اي حاجه الا اللي بوس يقوم يديني الاسخن منه. امشي يا اخي. امشي. اللي بعده. انا مستنيك على نار. اصل العياده بتاع البنت تفاحه بنت اختي شغاله النهارده، فمحدش بقى بيدقق مين طالع ولا مين نازل. انت بس اول ما تدخلي اعملي نفسك عيانه يعني كحي على قد ما تقدري كحي، واعملي نفسك بترجعي، امسكي بطنك. عارفه يا بنت الشراح احلى حاجه بحبها فيكي ايه؟ خيالك المريض. يلا بقى يا شراح هنقعد نتكلم كتير، ما تتاخريش. انت قدامك قد ايه؟ ساعه يا دوب. يلا باي. طابور ايه وانا داخل اقبض المعاش؟ هو في ايه؟ ما تخلصي بقى، العريس عفن هو وامه جوه. انا مش ملاحقه على الناس، سيبنا اشوف شغل. حد يسيب عريس محترم زي ابو دان ده ويدي حقن للواغش ده؟ ايه مش مالي عينك كده ولا ايه؟ بس عديها لك وانا ايدي تقيله وهتبقى شرجيه. سيبنا اشوف شغل، انت حالك جوز جواز صالونات. صالونات؟ ده هيبقى جواز حمامات. دي سيره دي؟ امشي. يلا. وانت واقف فاتح لي السوسته اللي انت هتطهر؟ يلا يابا من هنا. انت كده قطعت اكل عيش. هو انا بتاع بلدي هصدر لك الفرش يا بنت؟ انا عايزك تتجوزي وتستتتي. عايزه استتت ولا تستولى على الشقه عشان تتجوز فيها؟ لعلمك بقى انا مش هتجوز الا الانسان اللي بحبه وحق. في ايه؟ انت بتحبي مين يا بنت؟ ما بحبش حد. تعالي هنا. قصدي يعني لما احب. احنا ناس ما نعرفش غير حب ماما وحب بابا، ودول ماتوا من زمان. صح. ما فاضلش دلوقتي غير حب الله وحب الوطن. سامعه؟ وسمعني سلام، اللي ملوش كبير يشتري له كبير وطلع لك كبير. صباحين وحدت على احلى عم في الدنيا. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ عايزك تنزل معايا دلوقتي بسرعه. مش هينفع، انا عندي ظروف خاصه جدا. يا عم استنى بس، البنت تفاحه جالها عريس لقطه تحت، ابن حلال ومعاه فلوس، عايزك تنزل معايا عشان تقنعه. اصل بصراحه انا واخد حبايه ضغط. وانت من امتى عندك ضغط؟ لما بشوفك بيجي لي الضغط. يا عم استنى بس، ده انت الكبير بتاعنا اللي بنلجأ له في حل مشاكلنا. اصلك انت مش فاهم يا حاح، انا نفسي مزنوق ومحتاج لاي حد الجأ له. طب ما تلجأ لنا. الجأ لنا انا وتفاحه ونتلم في حضن بعض ونبقى اسره واحده. حضن ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش ده الحضن اللي انا كنت مستنيه؟ ايه ده يا عم؟ في ايه؟ ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ايه؟ ده انت زي البومب، ده انت زقتني زقه جامده قوي، وضغطك عالي وواطي وسخن. ايه في ايه؟ الله يطمنك. صحيح؟ بس بص عاوز افهمك حاجه، انت واختك شوفوا لكم اي حد بقى يتحشر منكم، ما تحشروش راجل حزين زي منكم. حزين؟ حزين. بيره وشموع وربع اللحم وضغط عالي وواطي وحزين، امال لو فرحان كنت هتبقى عامل ازاي؟ بقول لك ايه؟ ثلاثة بالله العظيم انا ماشي من هنا الا رجل على رجلك عشان اقابل العريس تحت. استنى طيب. يلا بس تعالى. استنى. هتاخدني كده عبرين على بلا وشي اغير هدومي؟ طيب. طب روح غير بس بسرعه. طيب. يا رب محمود الحبايب ما يروحش.
كح على ايه؟ ما خلاص دي شكلها تعبانه قوي يا عم. ايوه هي تعبانه وربنا مش كاتب لها الشفت. لو سمحت يا ست مفيش دكاتره هنا معلش. هو كان فيه بس راح مشوار غصب عنه احتمال يفتح بعد ساعه. مفيش دكاتره هنا ومفيش حد هيفتح. يلا يا ست بطلي كحه قرفتينا. ايه ده يا عم دي شكلها هتموت خالص. هي كانت هتموت بس كتب لها عمر جديد. وبشكر ايضا الكابتن الكبير بتاعنا اللي على راسنا كلنا كابتن رشدي بيه هلال على المجهودات العظيمه اللي قايم بيها عشان خاطر السنه دي نقدر ننافس تماما تماما وبالظبط ننافس في زي السنه اللي ديكها وزي السنه اللي فاتت بالظبط يعني. مساء الخير يا فندم. ممكن ابعت حد يجيب لي سجاير؟ انا هجيب لحضرتك. والله فعلا الجو حر. طيب عندكم ايه تشرب؟ في كل حاجه جن وفودكا ورام جاك دانيالز. عندكم جاك ايه؟ جاك دانيالز. انا اعرف الجاك بتاع التسجيل انما جاك دانيالز اوكي. هات لي واحد رز بلبن. نعم؟ لا يعني قصدي اضرب لي كل الحاجات دي كلها في الخلاط كده زي الرز بلبن بالظبط. اوكي. زيرو كام؟ انت زيرو كام؟ 10 ولا 11 ولا انت اتصالات ولا ايه؟ يا عم يا بتاع محمد الحلو انت احنا هنتنطط. Who are you? أنت مين؟ أنا مين؟ إلا أنا مين؟ أنا بوشكش محفوظ. أنا اللي بجيب وأودي وببيع وبشتري. هيا يا بيبي متشكر يعني سانكس اشوف الفمدان سفنكس من يعد بديبي ومقلف مطب شرشيبي بيبي انا اللي بجيب ووادي ببيع وبشتري سمسار لعيب حظي خليني بقيت زاري أنا اللي بجيب وأودي ببيع وبشتري يا 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 سمسار لعيب حظي خلاني بقيت ساري والله عليك يا دنيا لما بتغيري يا العالي شايل مني بشكل فظيع والحضري لو فكر مره يخش معايا مقارنه يضيع وجو ربيع قفلي على كل المواضيع قفل 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 انا خدي مارادونا زينهو ما عرفش يهرب منهو انا خدي مارادونا زينهو ما عرفش
قبل ربع. انت رايك فيا ان انا جامد وذكر والستات بتموت فيا؟ لحد دلوقتي ده ظلم. انا هحولهولك الى يقين لا يرقى اليه الشرف. لعلمك انا اول ما بسمع حرف الكاف بتشائم على طول. هو شكلك كده بقى مثقف ومالكش غير في الكلام. ده انا هخليكي ما تحبيش في حروف اللغه العربيه غير حرف الكاف. عارفه ليه؟ ليه؟ لاني هقطعك. يا لهوي. يا هوي بتعملي ايه يا بنت عندك يا بنت؟ يا فاكرة ما شفت الرعبة؟ لا مؤاخذة يا طنط، بس انا عايز اشرح لك. طنط مين يا روح امك؟ ده انا هخليك تكسر هقطعك حياتك. طيب هخليك تكسر الليلة وانت هقطعك حياتك. هخليك تكسر الليلة وانت هقطعك حياتك. يا لهوي يا هوي يا هوي يا بنت يا هوي يا بنت بقولك مراتك بتغتصب. العب وقتك بقولك ده واد نبط قال عمو. الله ينعل ابو دي عمومه. انت هتقل قلبك ليه؟ ما تخليش اغلط فيه يا سعاده الباشا. انا ما اقصدش، انا يعني هو انا عشان خاطر عمو اشيل بلاويه؟ طب ايه راي سعادتك؟ انا ما عرفتش انه ابن اخويا الا من شهرين بس. الله يرحمك يا بابا، تركتني العم يقطع في لحمي قربا قربا ويرمي للكلاب. هتتمرن ولا لا؟ مش كفايه كنت تفرقعه بجيزه؟ يا باشا انا ماليش دعوه، انا كنت قاعد في بيتي مستني الدليفري جايني. يا سعاده الباشا هو الغلطان، ما ربنيش يا سعاده الباشا على الاخلاق الحميده. ده كان بيجيب لي افلام شيكس عشان شيكس؟ شيكس يعني نسوان متحركه، نسوان وصور عريانه يا سعاده الباشا. خلاني لما كبرت بقيت استجيب لرغباتي الدنيئه. ما يخرب بيتك يا باشا. بص لي انا مش راجل كبير قدامك اهو، انما عبيط واهبل. الوقت ده بقى كان بيجيب لي افلام الشيكش دي ويقول لي اتفرج يا عم دي افلام مصارعه، وانا بسلامه ليه اتفرج؟ ما عمرك يا حاحه لما كنت تقول لي مد عينك بالنسوان يا عم عشان تعرف ان انت متجوز غفير، فاكر؟ عسكري عسكري يا عسكري. قول لي الاثنين دول على الحجز. حجز مأمرت ايه؟ تهمه ايه يا سعاده الباشا؟ انا في دماغي. ايه يا نهار اسود، دي نصيبه ثانيه. ليه؟ تهمه قلب دماغ ظابط. يا خبر اسود، دي فيها اعدام اقل ما فيها. خلاص يا باشا حقك عليا، انا هضمنه وامر الله هضمنه يا باشا. يا حاحه ده انا لابس اتقطع صراحه بقى، ما تنزل بقى وكفايه عامل بنزين اللي حرقناه في السلكه. اوو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 و
بقول لك ايه، انا مش قد خالتك من السكه اللي فوق دي، اطلع لها انت لوحدك. في نقطتين عايز اكلمك فيهم. اول نقطه، المكنه المعفنه دي ما سحبتش بنزين، انت جايبني زق. تاني نقطه، البت تفاحه راحت سيحت لي عند خالتي عشان تبوظ الجوازه، وقالت ان انا عايز لها في الشقه منها. حلو. وبعدين انا جايبك ايه؟ جايبك باجرتك، هتضرب اكل الجمبري وتضرب واحد ميلك شيك. خناقات تانية هاها يا حمار. ميلك شيك ده عصير تفاح على فراولة. الله ينعل ابو، دي صعوبية بقى عندك كده يا لاوي، دي مات مواعيد وتقول لي ميلك شيك، بقول لك انا هروح بقى. يا حاح يا حاح، بدل البدله اللي احنا فيها دي اتجوز لك موسى من موسى الافراح احسن لك. يا دي الموسس بتوع الافراح دول نعرفهم نمشي معاهم، انما نتجوزهم لا. سامية دي حاجة تانية خالص، دي ما مشيتش مع راجل غيري. بس انا شفتها ماشية مع ابوها. يا ولا سامية دي حاجة تانية، دي بختم رباها فابريكا. طب تحب اجيب لك واحدة استعمال طبيب؟ يا اخي بقى يا اخي. زق زق، خلينا غير هدوم. يلا زق. بيب بيب. المية طلعت الكلاكسي يا حاحة. سامية سامية افتحها سامية، بدل ما سيحلك في المنطقة. تفاحة عايزة توقع بينا عشان تاخد الشقة. افتحها يا سامية قبل ما قطع شراييني. والموسى اهو. يا ريت عشان دمك السافل يتصفى.
ساعتها بس ممكن اسامحك. اشهدوا يا ناس، انا بنتحر عشان خاطر حبيبتي اهو. قلبي اوعية الدوامية. تلاوي صراحة. اربطي لي ايدي اوام قبل ما النزيف يوصل للقلب. يعني ايه؟ يعني قبل ما النزيف يبقى داخلي. معلش يا حبيبي. معلش قومي يا حبيبي. انا مستاهلش انك تموت كافر علشاني. يا سافل. انا قلت عشان لو حبيتوا تعملوا مكرونه النهارده. مكرونه؟ شفتي انا بعمل كل ده عشانك وحياه النعمه، وعارف ان انا مش هون عليكي. انا جايب لك صلصه من غاليه، كان ممكن اجيب لك كشطب من رخيص. هو ده اللي انت عايزه تتجوزيه؟ اكل بعقلك حلاوه، ويا ريتها حلاوه بقشطه، لا حلاوه بصلصه. والنبي يا خالتي سيبينا في حالنا، واحد وخطيبته بيستفلوا مع بعض، مالكيش دعوه انت. وبعدين اما هتجوزها هجيب لها حلاوه بالفستق واللوزدق وعين الجمل واللوز. تعالى احب فيكي شويه بقى، وحشتيني بجد. وحشتك يا خاين. يا بنت اسلوبي طولك شويه، ما تطمعيهوش فيكي. حد يشوف عيون البكر دي وما يطمعش. احترم نفسك يالا. بقول لك ايه، انا شفت حاوي معدي تحت البيت، تعالى افرجك عليه من البلكونه. حرام على جوز خالتي. عجبك اللي بتعمله بنتك دي؟ هترخص ده كده يا راجل. ربنا يكرمك بالزهايمر، أو ينقص في عمرك في إشارة مرور، أو حتى يجيلك إنفلونزا الطيور. آمين يا رب. برضو مش هنسى عملتك السودة كده بقى. هتخليني أشرح لك وأدخل في تفاصيل تجرح محاسيسي. لا يا حبيبي اجرح محاسيسي، أنا بقى عايز أعرف عشان أسامحك. أمري إلى الله. أنا هشرح لك عشان زي ما بيقولوا لا أحياء في العلم. الجهاز المنجب عند الراجل ده عبارة عن إيه؟ شوية مسالك وأوردة، عدم المؤاخذة زي المواسير. المواسير دي لو اتسدت هتبقى مشكلة سودة، عشان كده لازم لها تسليك وتنظيف. لو ما سلكناش وما نضفناش، واخدة بالك، هنصاب بأمراض خطيرة جدا. بس أنا برضه عمري ما سمعت عن الكلام ده. عشان كده لازم يدرسوا الثقافة الإنجابية دي في المدارس. مش معقول البنت تبقى عاملة زي الجاموس على العشر كده وما تعرفش أي حاجة عن جسم الراجل. انتوا مش خدتوا الكلام ده في المدرسة؟ عصومي كانت بتغيبني في الحصص دي. خير ما عملت، امال انا حبيتك ليه؟ بص انا جايب لك معايا مجله طبيبك الخاص، فيها دكتور كاتب كلام بياكد الكلام اللي انا بقوله لك ده بالرسم والصوره. حبيبتي انت سخسختي بمدرج انك شفتي رسم، والله ما عاد في منك. امال انا حبيتك ليه؟ ساميه ايه اللي انت وريتولي ده؟ بص انا مصدقك، بس اوعى توريني الحاجات دي تاني. ما تنساش ان انا من اسره محافظه. ايوه ما انا عارف انك من اسره محافظه، ابوكي من اسره محافظه وامك من سجن المحافظه. قصدي محافظه يعني. طب يلا بقى يا ها، شد حيلك عشان نتجوز. مش الست برضه عندها مواسير؟ معرفش، بس انتوا اكيد لكم نظام صرف ويختلف عننا. استحيل حكايه المواسير دي. شش، مواسير ايه امك قاعده بقى؟ اكلك البلوزه يا اختي. ايه حكايه البلوزه والحلاوه في البيت ده؟ انتوا كده هيجي لكم السكر وهيبقى عالي كمان 300 فهرن انهايت. طب استنى استنى ما تمشيش، هجيب لك شويه بوفتيك على النجرسكو. تعالي هنا. البيت الطاهر ده بيدخله خمره من امتى؟ خمره؟ النجرسكو دي مكرونه بالبشاميل بس بالفراخ والهوت صوص. هوت صوص؟ بقول لك ايه؟ اوعي تنسي انك من منطقه شعبيه وابوكي فران. ولا بلاش صوت لسان. انت بقالك سنين داخل خارج واكل شارب ضاحك ماسك ماسك. قدامك شهر، يا تجيب شقه وتتجوز يا تفضها سيره. البنت جايه لها عريس من امريكا. ما تستعجليش يا خالتي، مش جايز يولع بيه مركز تجاره اعلامي تاني طيارتين كده يخشوا في وش امه، ولا يضربوا قناص ببندقيه، ولا يولع بجاز وسخ حتى. فلا الله ولا فالك، امشي من هنا يا وش الفقر. امشي. نبي نازلين نمرسكو دي في السابق. امشي وانت يا بنت، امشي تجري جوه. انا نجرسكو ولا بتاع. خلي ربنا يعينك على ما بلاك يا جوز خالتي. لا كسره فوق دماغك. مشكش محفوظ. تضحك؟ ايوه اضحك اضحك. ما اصل اللي بتقوله ده يموت من الضحك. هي تلاقيها سلسله. سلسله ايه؟ سلسله ده؟ لا ما ايه؟ سلسله ايه؟ لا سلسله بقى، سلسله ضهري، سلسله ضهري. خلينا في المهم. اه. في لعيب جديد اسمه بركات الصغير. بركات الصغير ده اخو سعد الصغير ولا ايه؟ سعد الصغير ايه؟ لعيب جديد الاهلي هيمضيه بكره الساعه 1 الظهر. انا عايزك تروح قبل واحده وتمضيه، ودي شيك بنص مليون جنيه اهو دفعه التعاقد. شيك بنص مليون جنيه حق لعيب؟ ايوه.
خلاص الشيك معايا اهو، بكره الصبح الساعه 7 هبطلع له. سبع الساعه 1 بقول لك. انا هصحى 7، انا عايز اصحى 7. خلاص انت حر. كدابه كيف السواق القلابه يا عم؟ هي ناقصه شعر؟ ما انت مشعر لوحدك. هو ناقصه شعر ولا ناقصه خلقتك انت؟ ايه يا ابني تربي عند حلاق ولا ايه؟ انا قلت اخد بيدك. انت مال ابوك انت تاخد بيد ولا ما تاخدش بيد؟ انا هي ناقصه خلقتك يا اخي. سليمة يا بيه، الحمد لله. الناس حربوك من الأوتوبيس ومشيوا. الساعة كام؟ الساعة 12 ونص. ايه؟ 12 ونص؟ لو سمحت أوضة بركات الصغير رقم كام؟ بركات الصغير بتاع الكورة. بتاع الكورة مش بتاع البليلة، بتاع بركات الصغير بتاع الكورة. هشوفه لحضرتك ساعة واحدة. يا سيدي ساعة إيه؟ الراجل هيطير مني. خلص شوفه. شوفه الصغير. حياتك اتفضل. طب بس الواد بركات ده حتة لعيب. شفت الكرة اللي شالها من فلافيلو؟ يا سيدي فلافيلو مين؟ فلافيلو مين؟ في لعيب اسمه فلافيلو. اه اللي هو لونه بني محروق ده. يا سيدي بني محروق وانت طالب قهوه ساده؟ اسمه فلافيو. فلافيو خلص. حاضر. ايه ده؟ اتفضل. اصل انا بيني وبينك لسه متعلم على الكمبيوتر جديد. ما شاء الله. انا هدخل اعمل لك بحث عن طريق الاس. يا سيدي اعمل بحث عن طريق الاس، عن طريق المحافظه، عن طريق المديريه، بس خلص اللي جابه امي. حصل لي ايه ده؟ اتفضل يا سيدي. جناح 22-16. ايوه الدور ال 22 قاعه المؤتمرات. فخس على عينك. انا جاي امضي مع بركات. ايه اللي جاب محمد نجم هنا؟ زي اللي بيلمعوا جزم. طب روح انت دلوقتي ونبقى نكمل كلامنا بعدين. طب بكر بيه عملت لي ايه في الموضوع بتاع رشدي بيه لما قلت لك كلموني عشان عايز قرشينات؟ بأمارت ايه؟ شطارتك ولا خيابتك؟ شطارت ايه وخيابت ايه؟ وانا طالع بملحق. انا بقول لك اللي حصل ده غصب عني، اعمل ايه؟ انت عارف انت سبب في خساره قد ايه؟ وكمان جاي تطلب فلوس؟ يا بجعتك يا اخي. الله في ايه يا بكر بيه؟ بجعت في ايه؟ الله ما انا ياما جبت لكم انضاءات لعيبه وجبت لكم لعيبه من غير انضاءات وجبت لكم لعيبه مالهاش دراعات عشان تمضي اساسا ومضيتها. انت عارف انا بوشك محفوظ، لو عايز تمضي بوش امضيهولك واجيبهولك اقعدهولك في الاحتياطي ويسخن طول الماتش كمان.
اصحوا انتوا من غيري ولا تسقوا. عندك انت فاكر اللعيبه دي بتمضي عشان سواد عينيك؟ اللعيبه دي بتمضي عشان فلوس رشدي بيه اللي فاتح بيوتكم وماكلك وماكلهم. اكل مين ومشرب مين؟ يابا واحنا شغالين عند تابعي. انت بتقول لنا الكلام ده؟ بقول لك انت الكلام الساعات نيلت. بقول لك انت الكلام ده. ايوه بقول لك يا بكر بيه عايز نسبتي في اربع لعيبه. وبصراحه بقى كلامك انا مش هضمه. في عضله طالعه لي في الكلام من ناحيه كلامك ليا. مش فاهم ليه. عضله ايه دي؟ عضله كذب طالعه لي هنا. مش فاهم مش هضمها. انت مرفوض. ما مرفوض مرفوض. احنا هنضربك من قلب الجنة ولا هنضربك من قلب الجنة. طب يلا سلم العقود اللي معاك وسلم اللابتوب اللي معاك وسلم الصورات اللعيبه اللي معاك. ايه اللي سلم سلم ما انا سوق اللي سلم نفسك البيت محاصر يا حراميه. اخرس شات يور فاكين ماوث. لا اوعى زمزم ايه الا فاكين دي. فاكين دي نعرفها بالافلام الاجنبيه. مش انا اللي اتقال نذهب للجحيم يا بكر بيه. مش انا فاهم انجليزي كويس. انت ما قلت اطلع بره بدل ما اجيب لك الامن خرجك بره يا حيوان. انا حيوان؟ ايوه حيوان. انا حيوان؟ ايوه حيوان. شيل امي يابا تعالى. كويس ان انت سقت يا بوسكت. بعد اللي حصل ده اعصابي بايظه خالص. ما كانش المفروض تعمل كده مع بكر بيه. ده انت بهدلتني. انا صحت يا بوسكت. انا اترفقت كمان يا بوسكت. يا ابني انت كنت متعين في قلب الوزاره يا خي. ده انت كنت حته ساعي حقير عويل كلب ذليل مالكش لازمه. لعلمك بقى اللي مش عاجبك ده يا بوسكت انا مسيت مع بنات بعدد شعر راسي. ده انت كبيرك تمشي مع شعر راسك. عشان كده هو راح وانت جيت. ماشي يا بوسكت ماشي. خلاص اوعى تزعل مني يا بوسكت. انا بكلمك عشان احنا اصحاب وحبايب واخوات من زمان. خلاص خلاص انا عايز انهي العلاقه دي يا سمسم. يا دي الكارثه السوداء. ساعه مين اللي اتولع دي؟ هي بتاعت انا بتاعت انا. انا عارف يا عم. اتفولش يا سيدي. انا ما اتفولش. انا ما اتفول. انا بقول لك دي شقيت انا. خلاص الله يا ساتر. الشكل دولة. انزل يلا اجل. انزل بجلدك. انزل بجلدك. مش حسيبك ماما حصل يا بوسكت. حذبني. انزل وانزل بجلدك. يلا بقى. يلا يا راجل. يا رب. ايه حلوه البراندة؟ هايله هايله. خش جنبي نسيبك. اتفضل يا اخويا. خليكي انت جنبي. ريحي رجليكي عشان ما تنملش. معلش العروسه متاخره شويه عند الكوافير. زمانها جايه. الله زي القمر. والله ما حد قمر غيرك انتي. ممكن اعزمك على سينما ميد نايت. ميد نايت؟ بلاش نخليها حفله التسعه. اقول لك احنا نطلع عندي فوق. انا مشبر ازازتين بيره ومسخن ورقه لحم على شويه لب وسداني وننزل على طول على السينما كارهين بعض. ايه رايك؟ لا 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 انا عايزه اتفرج على بقيه الشقه. مش وقته. شقه مين عدم المؤاخذه؟ الشقة دي اللي هيتجوز فيها ابني. الشقة دي بتاعتي ومحدش هيتجوز فيها الا انا. يا نعم انا هتجوز في الشقة دي. وانا عجبني العيزة عايزة اتجوزها. وانا كمان حبيتها من اول نظرة عشان طبيعية يا بيحة. جوزاني. وانا كمان عمي ماشي نقدر حالا. يلا خلي المعزوم في الميد نايت. ميد نايت ايه؟ انت رايح تجيب كيس في شهر؟ ايه يا عمي مفيش جواز يا عم الحاج. يلا توكل على الله. ايه ده في عم يا بيحة؟ لا بيحة ولا بتاع. يلا يا ست مع الف سلامة. بره من غير مطرود. انكر اول المطرودين انت يا عمي. توكل على الله يا مامة العريس. توكل على الله. وانت بقى ورحمة امي لو وقعلك صف سناني. ولا زعل نفسك. امسك. يا ولاد الحقن دي سلاح خطر. طب ابنوها مضاد حيوي وانت بقى سلاح وعلاج. تعالى يا عشان بوصلك الترجمة يا حاحة. انت عايز تبقى نتابع ولا؟ هبيعك عليا يا حصه. انت تسوى يا بنت. وحشه ولا بايره؟ الاثنين. قصدي الاثنين مش فيكي. طب امسك ايدي. ماشي. طب العريس تاو تاني هتعفن. ها؟ الاربعه خمسه اللي انت طفشتيهم
خليكي كده قاعده لحد ما تغوري وتقعدي في عربيزنا. واحنا عربيزنا مش مستحمله. ده انا حلوه ومدملكه والف مين يهواني. الدور والباقي عليك اللي مش هتلاقي كلبه تعبرك. تعبرك؟ ده انا النسوان هتقطع بعضها عليا. ما تقولها يا عمي. اقولها ايه؟ اول حاجه ما شفتهاش اكذب يعني؟ بمرض بنت خالتك المعفنه اللي خطبتها. ده النوع بتاعها سحبوه من السوق. بس مربيه على ايدي وضامن ان عدادها عزيره. ده انت لو دورت عليها هتلاقي قلب عداد ومستخفلات. انا ما اسمحلكيش تتكلمي على بنت خالتك بالطريقه دي. يا ولاد اطمنوا دلوقتي ما حدش بيمشي بالعداد، لا رجاله ولا ستات. النسوان بتقطع نفسها عليه. ده انت اوفر ايدج. دلوقتي بتعايريني بالسنه تفاحه؟ هو انا اتاخرت في الجواز ليه؟ مش عشان اسطرك؟ سطر مين يا مفضوح؟ عايز نخله عشان تلها في الشقه؟ لا ده بعدك، انا قاعد على قلبك. انتوا مش ناويين تخلصوا الخناقه دي؟ مش كفايه ضيعتوا عليا جلسه العلاج الطبيعي؟ الله يلعنكم اليوم اللي امي خلفت فيه ابوكم وبقيت عمكم. ايه ده؟ انت ايه اللي حشرت بينا واحنا بنتخانق؟ مش مكتوب من نفسك تجيب عمك اللي عمره ما حبنا ننشر غسلنا الوسخ قدامه؟ وتنشر غسلكم ليه؟ سيبي منقوع قد سنه عشان ينضف. ما انت اللي خليتيني الجا له عشان نحل خلافاتنا، خليتيني الجا للياس وقعد ما يسواش. عنده حق. خليكي يرجع. يعني الادب هي دي اخرتها يا واد. اتنين اخوات بيتخانوا مع بعض تحشر بينهم ليه؟ صحيح انت مالك، دي مصارين البط بتتعارك. تصدق انت صح ولا غلطان؟ فوق يا اخويا مصارينكم من على رقبتي قبل ما تسخني. غرب غرب 60 داهيه. الحق انا اشوف دكتوري وافي يجي يديني الجلسه. عملوا متين كاسة مع بعض كلها مأساويات لازم يموتوا لآخر المسلسل. هو العنيف رصيف من الخمسة ده لابن عبد العزيز دي ما ليش لا استنى لا شاكيناز؟ ايوه انا السجاده ده انت بعتك جبيها ولا قفص قرص ولا ايه؟ يعني ايه دي؟ بنتنا شاكيناز. بنتنا والله العظيم. انت نسيت ان احنا مخلفين؟ لا والله انا كنت بهزر بس والله انا عارف يعني. ارجوك اعملها كويس عشان خاطري بليز. حبيب بابا حبيب بابا اللي كانت وانا مظلمه الدنيا حبيب بابا حبيب بابا. لا يجي معك قوي يا حبيبتي. هي ما بتردش لي خرصه ولا ايه؟ دي مش بنتنا يا رياض. اما بنت مين دي؟ دي بنت الشغاله بتاعت ماما. والله معلش ما يعني انا برضه قلت يعني انت بيضا وانا بيضا ازاي نخلف صباع العجوة يا سلام الدنيا يا سلام الدنيا يا سلام الدنيا يا سلام يا سلام. سلمي على دادي. مامي يا مامي صوته اتغير كده ليه؟ معلش سلمي على دادي. انا مبسوطه قوي ان حضرتك خفيت بونس. الكروته دي ده اندهل يا شافه اسمع بوتاجاز يا بوتاجاز اسمها ايه؟ البت حلقت لي زي ما يكون في حيوان سلابندر قاعد على الارض. انت معودها على كده. انا معودها على كده؟ ايوه. طب اعمل ايه؟ اطلع لها عشان خاطري بليز. اطلعها على طول بليز. قلت اسمها ايه؟ شاكي. الاسم اللي عايزه تتلو دي يا شاكر. اطعط
بتاع ستة، وبعدين عمه التنين خد عقد المغارة بتاعت أبوه وراح طرده منها وجوز ولاده التنانين، بقى شاطر لمبي رماه في الغوبة. صحى الصبح بقى بعدها كان يوم كده ساعتين يعني بعدها يعني صحي، فلقى نفسه بني آدم تاني مش فاهم أي حاجة. تفتكر ده يبقى إيه؟ يبقى حمار حضرتك. ده مين ده؟ هو هو بحمار. ذكية يا بنت النور. فرصة نظيفة أوي يا سعادة الباشا. أنا إذا كان عليا أجوزها لك وقتي في التو واللحظة، بس أنت عارف يعني أبقى راجل مش تمام لو ما عملت زي ما بيعملوا في المناسبات اللي زي دي، إن إحنا ناخد رأي البت وكده. طبعا طبعا، أنا بس نفسي تقنعها بموضوع إن مش هقدر أعمل فرح عشان أنت عارف ظروفي الخاصة، إنما أنا أجيب لها شقة غير إن أنا تحت أمركم في أي طلبات مادية. عيب يا دكتور ما تقولش كده، إحنا بنشتري راجل وآخر حاجة تهمنا الفلوس. إحنا كل اللي يهمنا سعادة بنتنا، وبما إن سعادة بنتنا مرتبطة بالفلوس نتكلم شوية في الفلوس. مش هتجوزها لو حتى قتلتني يا حاحة، ولو طقت يا بنت ده دكتور، هو انت تقولي تتجوزي دكتور؟ ما بحبوش. حب تاني هتقولي حب؟ قصدي ما بسترحلوش يعني. هو سابوه ولا توكا؟ يا بنت تعالي واحسبيها صح. ولو احسبها صح مش هتجوز واحد مطلق ثلاث مرات وسمعته في الحديد، ها؟ وزمايلي كلهم بيقولوا عليه كلام وحش. وهو لو راجل وحش كان جيت قدامك؟ يا بنت بقولك ده دكتور، دكتور. هو انا عيان عشان اتجوز دكتور؟ كل ده ليه؟ عشان بتاع الانابيب البوتاجازه بعينه واحده اللي انت بتحبيه؟ انت فكرك يعني بعد ما نضف واستحمى وبقى مطرب هيبص لك؟ ده هيتجوز اقرب فتاه فيديو كريب هتقابله، ومش بعيد يتجوز الحصان اللي بيطلع في الفيديو كريبات. حرام عليكي، حرام عليكي، ضيعتينا معاكي. انا صبرت عليكي بما فيه الكفايه، من النهارده انا مش هبص لك، هبص لنفسي وهبص لدنيتي. خش يا عروسه برجلك اليمين. ايه حاجه ده؟ بقول لك العروسه كمان اخلع. اتفضلي يا عروسه بوجهك اليمين. لا هخش بالشمال، اصل انا شغله والركب عني. حلاوتك يا ابيض. الليله ليلتي، الليله ليلتي يعني فرحي، يعني دخلتي النهارده. واسمع سلام، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، ايوه ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، عايزي حياتي بالسلامة يا ماما. شماء شماء يا ماما، الناس بترقص علشاني، حاسة حاسة يا ماما كبرت قوي وداني. ايوه يلا كمان، ايوه اهو 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 اهو. وفي ايه يا حا؟ هو انت ما تعرفيش يا اختي؟ لا ما اعرفش يا اختي، احنا بقينا هازبنت اند واي. خلاص ربنا سأل حاحة عشان يسترني. الكلام ده صحيح يا حاحة؟ اتجوزت رقاصة؟ اسمها فنانة استعراضية. ربنا يخليك ليا يا حاحة. لعلمك انا ست في امتحانات فرقة رضا. بصي بقى حلاوة شمسينا. خلينا حلاوة شمسينا. خلينا تشيك 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 تشيك. من يومك وعندك ميول تبهرني. قصدك ايه يا بنت؟ بتدي اتلمي احسنلك، اللي اشرف منك يا ممرضه يا بتاعت حقن العاده للرجاله. كده؟ طب تعالي بقى لما طعمك بمناسبه الزفاف السعيده. سمعوني يا سلام، خلي السلاح صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. حبيبي يا ابو احمد اتاخرتي. مساء الخير يا عمي. خير؟ هيجي منين الخير يا اختي طول ما انا عارفكم؟ يا عمي مالك؟ ايه المقابله الكولد دي؟ انا كنت جايلك عايزه اكلمك في موضوع خطير.
مش انت كبير العيله برضه؟ كبير ايه؟ اسكتي. مش انا صغرتي يا اختي وبقيت عيل. بقول لك يا بنت من الاخر كده، انا راجل سافر ومنحط ودور، وروحي يا اختي دوروا لكم على كبير عيله بحقي وحقيقي. يلا الله يلا. ما توسع مراحك شويه يا عمي، بقول لك الواد حاحه جايب نسوان تحت في الشقه. يا بخته، عقبال يا اختي ان شاء الله. بقول لك نسوان، ويا ريت اي نسوان. دي البت ميسر رقاصه وبيقول انه متجوزها، بس انا مش داخل دماغي الكلام ده، انا حاسه انه بيقرطصني. عقبال ما ربنا يكرمني وارتزق انا راخر. إيه؟ يلا يا بنتي مع السلامه. يا عمي يلا مع السلامه بقى. يا عمي بس وقولي الحاحة عمك بيبارك لك وبيقول لك انك طلعت ارجل منه. يلا يا اختي ومحدش يجي منكم هنا تاني، انا مسافر فيتنام ومش عارف ظروفي. يا عمي ماشي يا عمي ماشي. بقول لك ايه، اخرسي خالص وعدي ليلتك دي على خير. انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تغيزي تفاحه دي، تمثيليه عشان نغيظها بيها. ماشي، ومش هنسالك وقفتك جنبي يا ميسر. ما تقف جنبي دلوقتي يا حا بجمله الجمايل. يا اختي تنيلي، انت بتوريني ايه؟ ما كل ده انا دايسه قبل كده. ممكن اوريك اللي عمرك ما شفته. بس بقى ما تخلينيش ادنس بيت الاسره الصغيره. مش كفايه انك دخلتيه؟ لا يا اخويا، احنا اتفقنا اتجوزك كده وكده، بس ما اتفقناش تعذبني. ده في نمل بيمشي في عروقي. بص النمل بيمشي ازاي. ده ايه المره المنمله دي؟ بقول لك ايه يا مايسا، انا ما صدقت ان ربنا تاب عليا من افعالي وابتدى يكرمني. حرام يا بنت الناس، انا عايزه اتلم بقى. طب ما تلميني الاول علشان تبقى لمه وتبقى عامه. طبعا يا خالتي ساميه، مهما حصل ما بيننا اختي، ما يهونش عليا حاحة اللي عمله ده، ضميري ما يسمحش. هو حاحة اخويا صحيح، بس احنا ولايا زي بعض. طب مستنياك يا خالتي. بالسلامة يا حبيبتي، تكر وانت جاية. ايوه يا باشا، عايزة ابلغ عن قضية دعارة. بس بقى طب توريني مكان التطعيم. بس انت نايمة مع واحد عنده كوليرا، مش عايزة اشوف حاجة تانية. اغزي الشيطان بقى. الشيطان ذات نفسه اتحرق من النار اللي قايدة في جسمي. الهي تولع انت وهو في يوم واحد. طب ما تولعني بقى، بوسة، نقطني بوسة. نقطها يا حبيبي، نقطها يا عينيا بوسة، وطفيها عشان اولع فيه. طول عمري اقول عليه دلو نتي ما صدقتنيش. ازاي يا غجرة؟ فرحانة بنفسك يا بنت؟ خليني اعرف الجدعة. تعالي هنا يا سامي. معلش دعوة بيا. هقول لك بس حاجة، استني. اوعى يا بنت. هقول لك حاجة يا بنت، استني. ايه عايز تضحك عليا بحكاية المواسير دي تاني؟ مواسير ايه يا بنت؟ مفيش يما، ده كان فيلم والبيه جه في اخره. يا سامي يا صدقيني، انت تصدقي ان انا اتجوز واحدة زي دي؟ مالي دي يا روح امك وحياة امي لا نورياك. انا هوفي عليك بلطجية مصر كلها، لو شافوك في فرح هيكسروا رجلك. انا هعرفك من دي. يا ناس اشهدوا، الراجل الذكر ما عملش حاجه لبنت الدخله، ما ذبحش القطه عشان هو اللي طلع قطه. طلع قطه. انا طلعت قطه. شفتي بقى، هي سيحت لي في المنطقه كلها وقالت عليا قطه. الزوجه الاصيله ما تسيحش لجوزها وتقف جنبه يا قطه. استنى ساميه وحات ابوك ورحمة أمك بحسيبك. وسمعني سلام، لو ما كنتش أنت تدلعني مين هيدلعني؟ أنا اللي هدلعك. أهو كده يا باشا، النهار هيطلع علينا من غير ما أعرف فيه إيه. هانم تعالى. جيت؟ أقعد. أنا جسمي بيتخرط من جوه. يا باشا قلقتلي، فيه إيه يا باشا؟ قول لي. أنا بمر بتجربة. أنا وقعت من السما وأنت استلعبتني. أنا ماشي مع واحدة اليومين دول كلام في سرك، مراتي. يا باشا مراتك وماشي معاها وما بتنامش، إيه المشكلة فيها؟ ضميرك بيقلبك. وأمك بتعاملني كأني مجنون كده ليه؟ أنا مش فاهم حاجة يا باشا، عايزك تفهمني عشان أعرف أرد عليك. لا هتغاب عليك، ما أنا ما تجيش تخنقني أنت كمان. افرض مثلا يمكن أنا بحبها مثلا.
طب يا باشا ده جميل جدا انك تصلح علاقتك مع مدام فيحاء. دي ست رقيقه جدا، ست جوهره، ست تستحق كل خير. يا عم انت هتخلينا نندم ان احنا جينا كلمناك ولا ايه في الليله الزرقاء دي؟ يا باشا ده انا بدافع. ولا تدافع ولا تقف جون خلاص. انا كل الحكايه عايز ان انا وهي يبقى علاقتي كده زي السكينه في الحلاوه، ناخد وند في الحلاوه مع بعض. ده سهل يا باشا سهل، خصوصا بقى يا مدام فيحاء بكلمه واحده منها ممكن تصلح كل علاقتك بيها، دي ست زي البسكوته. ما خلاص يا عم كتكوت. انا عايز اعرف انا هعمل ايه، قول لي فهمني انا هعمل ايه. شوف يا باشا اتفضل. الستات عموما الستات عموما تحب المعامله الرقيقه، تحب الشعريه، تحب تحسسك دفء المشاعر. شفت تايتانيك؟ لو المصحف ما شفته. الفيلم تايتانيك يا بنت، تايتانيك الفيلم. لا ما شفتش تايتانيك. انا عارف روميو جوليت. عداد الشمس الشمس يخرب بيتك يا روميو. وروميو ده كان عبيط ولا ايه؟ صح زهق ام شاكر. انا بنت روميو. فيحاء اطلعي بقى عشان نقول كلام حب بقى. فيحاء فيحاء يووو مين؟ هلا انت مين؟ لا انا روميو. وعايز ايه يا سي روميو؟ عايز حد يسلكني من الشجره اللي انا فيها دي. لا ما شاء الله ايه الحلاوه دي؟ بعد ما ابص لك بروح ابص في المرايه بحس ان انا شايف حيوان. هذا اول واحد منا محتاج. انت كويس؟ لا انا اتخضيت. ايه؟ اتخضيت عليك. انت كويس؟ والله اتخضيت عليا. انت كويس؟ انا سيبك من انا كويس ولا اتنيا، انت اللي اتخضيت عليا. والله انا اعرف ان اتخض بالشكل الجميل ده، انا مستعد بكره جالك زارف نفسي بلطه في وشي مفيش بعدها. بعد الشر ده انا ولع في وشي. بعد الشر جالك بكره خبط دماغي في صور حديقه. الف بعد الشر عليك. انما ايه الرومانسيه دي كلها؟ ايه يا حبيبي؟ ورد تطلع على الشجره تعمل لي روميو وانا جولييت، ما اقدرش على الكلام ده كله. انا والله الواحد حاسس انهم اثر بس يعني. انت كتفت. طب ومين انت الله يخليك؟ من غلط ده انا متفكك. ايوه ارفعها. ايوه ايوه بس اظبطي بقى. تعالي شمال بسرعه لحد ما حقلب. تعالي الله يخليك. قول لك بقى تحب تروح فين؟ زي ما انت عايز. البت الواقعه دي. انا بهزر. خلاص نبدا بمراجعه السبتيه. اوكي اوكي واقعه واقعه يعني. يلا بينا بقى. والله انت عارفه يعني احيانا الواحد ربنا بينجده يعني بيستر معاه. انا وقعت من هنا على الارض من البلكونه. زي واحد صاحبي وقع برضه من طياره بس نزل رشق في البرج. لا يعني الحمد لله برضه. تعرف الخيمه دي بفكرنا بفيلم عنتر ابن شداد بتاع الاستاذ شيبوب. عارفها شيبوب ده؟ والاستاذه كوكك عارفها؟ ايه ده؟
بقول لك فردتين قاعدين دي مزه حلوه صح المزه في الجون بتعمل ايه بس اعمل ايه اعمل ايه انت مش شايفه بتلاقي حل بيا لا لا من فضلك استنى انت بس انت هتلاقي دم بيطرطش وقطع غرب ان قديم بتترمى ولا تلاقي خلي نفسيتك سكت رياض عشان خاطر بلا رياض بلا مسكت من فضلك امسك القميص ده احتمال يبقى ذكرى ولا حاجه من فضلك ايه بص يا كابتن احب اعرفك ان انت غلطت غلطت جامد يعني في نجم غلاف خبر الحوادث خد القميص واجري انت خد القميص واجري انت شوف اي حد هنا بلاك اجري انت برسلك على ناحيه بقى لا وين انت مش عايز ده ضابط ضابط هو محتاج توصيله بالطول ده ضابط خليك انا هكانه طب اقول لك بعد ناس غباء ولا واحد اعمل ايه طيب اعمل ايه انا استنى كده يمكن ما اعرفش ايه يا عم انت ايه بترد نازل حاجه ساعه ولا ايه خلاص طيب ايه يابا لو النبي اوعى تعمل لي اي مفاجاه تانيه ايه يابا استنى في شبك روحت بقى يلا عشان الراجل ده عايز بحاجه يلا اطلع يا عم السوبر ست بس عند الحته اللي هي سيف يد اللي كانت فيها سيف يد دي انا مش قادر اقول لك انا مبسوطه قد ايه النهارده وانا مش قادر اقول لك انا كان هيتعمل في ايه ورا الجبل لما الراجل خدني وراه كان عايز يقلعني الساعه دي بس اللي يقلع ساعته يبقى كانه اتفرط في مناخي في اي حاجه في جسمي لا بجد انا مبسوطه قوي مبسوطه جدا مبسوطه عشان الدغدغه قدامك يعني ولا لا 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 انا مبسوطه لان انا حسيت بالامان اول مره صرف النظر انك انت الضرب بلاش حته الضرب ده ما تكررهاش كتير طبعا بس حسيت ان انا شايفه قدامي هيرو نعم هيرو يور ماي هيرو يور باي هيرو ري ري ايه رياض حقيقي انا عايزه اصرخ واقول للناس كلها عايزه اصرخ بجد جوزي اتضرب عشان بس طيب انت خلاص ده انت بجد خلاص نفسي اصرخ حقيقي خلاص طيب في حال طيب ده ايه العرب ده احنا نرفزنا لسه جوزي اتضرب عشان الضحك شوف الواد خيب عليك يا باشا ايوه محمد عيب يا ولد ده خالي عفريت ربنا يحميك ربنا يحميك مش تهدى شويه ادم اتكلم مع ابوك وامك انت عمال ترغي من الصبح لما صدعتنا انت ايه بلطجي والله الواد مصطفى ده عنده حق دي بنت دماغها ناشفه عايزه تنكسر كل شويه قعدات ومؤتمرات عيب الكلام ده يا عليا يا اختي احنا الاول نطمن لزهني ده ونتاكد ان مصلحه اختنا وياه هو في حد بيتجوز في البلد دلوقتي يا ماجده على الاقل زهني ده هيصونها ويسطرها بدل ما تاخد لها شاب فقير ياكلها فول وطعميه النبي عليه يا اختي دي البيوت مليانه مشاكل وهم وقرف ما انا قدامك اهو جوزي مطلع عيني واخر غلب بس ما نحل مشكلتك بقى يعني نحل مشكلتك ونحل مشكلتها وتولع مشكلتي اللي انا جاي لكم عشانها مش عارف تبقى قد الشحط ومش عارف تحل مشاكلك دور ما انا قلت لك سيبك من شغل الهنبقه بتاعك ده وتعالى اشتغل عندي سكر كير سكر كير مش اما تعرف تقولها الاول ما اشتغلتش معاه ليه امشي لعن ابوك وبعدين هشتغل معاك ايه مرمطون يا اخي حرام عليك بقى هتفضل تحب الفلوس لغايه امتى ما كفايه بقى لعب البتاع الزرقاء اللي انت ماسكاها لي دي انا هحسدكوا على ايه ده انتوا اغلى جهاز عندكم الخلاط ايه اللي جرالك انت بعد ما اتجوزتي الاخ ده بقيتي خايفه ان كل واحد ياخد منك حته انا مش قلت لك ما تعلي الصدق ما تهدى بقى عن ابو تربيتك يا عيل مالك مالك سيب الولد مش تربي ابنك بدل ما بتربي في عظمك بس اي حاحه مش كده اهدى شويه ما توحدوا الله يا جماعه هو احنا اتحسدنا ولا ايه اسمعوا بقى انا قلت لكم اللي عندي عايزين تقفوا جنبي كان بها مش عايزين انتوا احرار اوعى من وشي يا حاحه يا حاحة استنى بس مش هتتغدى معانا اهلا 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 ايه ده ايه النور ده اهلا 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 ازيك ما شاء الله بقيتي فين ما كنت وبقيت ال ها يا لا لا انت ليه ما ولا ايه انت تعرفني لا خالص ولا انا اعرفك يا الله عليك
انا عايز اكلم السمار كمان يعني لا نعرف بعض وعاوز اكلم السمار طب اعمل ايه انا السمار ايه بس في حد يكلم السمار في عز الحر والدنيا ساقعه برد موت كده حرام بتكلمه فين انت عارفه انت اللي عاوزه تكلمي بن لادن في المغاره بتاعته تورا بورا مورا كفنطوره دي والله كلاسه سمار ايه ده انا عايز اكلم اختي في السمار في مقدش وادي النمر انسى طب ما تقولي كده من الصبح انا بصراحه انا قاعد هنا بقالي عمر ما حد طلب مني الصومال دي هي الصومال دي ليها مفتاح ولا ترباس وحان الترباس ده يزرجن بقى ويبقى عايز ناس هي اختك ايه اللي وداها الصومال جالا عريس صومالي هيسطرها نقول له لا ونسيبها تعنس لا طبعا نسيبها تعنس انا بصراحه لو جالي واحد صومالي والله كنت عنس ما انت عارفه الصوماله والتعنيس بيبقوا وبعدين في ايه اتفضل حضرتك في كابينه سته كنيبه لوك 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 لو مش عاجباك ادخلي خمسه مفيش مشكله يا حسين هو مفتاح الصومال كام الو مين بيتكلم ازيك يا تفاحه انا نعمه حبيبتي ايه حبيبتي ازيك عامله ايه وازاي عيالك الحمد لله يا حبيبتي كلهم بيسلموا عليكي لو كان دلوقتي هيبقى 9 يا اختي حمي نفسك شويه يا نعمه يا اختي قولي خليهم 10 11 12 ان شاء الله عايزين يجوزوني بالعافيه يا نعمه يجوزوكي مين يا تفاحه معلم زوني بتاع الكشر بتاع الجزم ما هو كان على ايام الجزمجي دلوقتي بقى بتاع الكشر انا عايزاكي تكلمي حاحه قولي له ان انا مش هتجوز الراجل ده حاضر يا حبيبتي هكلمهولك ايه صوت البومب ده يا نعم ليه يا ست ده في انتظار في البلد ده غير بتاع الشهر اللي فات حسين جوزي بقى ربنا معايا ده اكيد في المعتقد حاضر هكلمك يا نعمة نعمة ايه ده الانفجارات ايه اللي حصل استني 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 انت بتعملي ايه واخدني على الحامك هنا ليه هو انا قدك لا ده لسه فيه طقوس كتير لازم اعملها الاول طبعا متنسيش ان انا بقالي فتره بعيد عن الملاعب لازم اسخن الاول بدل ما اجيب كرامب اثناء الماتش ويقعدوني على دكه الاحتياطي بموت في ضحكتك السخنه عميه حبيباه لا 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 مال وشك مخطوف كده ليه يا عمو اصله لما بياخد حبايه الضغط بتبهدله عشان كده تلاقوني دايخ ولازم اخش اريح شويه عن اذنكم ازاي ده احنا قلنا لازم نيجي نقعد عندك عشان نخلص موضوع جواز تفاح قصدك نناقش موضوع الجواز طب وانا مالي انا يعني انت مالك انت كبرنا وبعدين انت صاحب الجوازه دي طب ممكن تيجوا بعد ساعة يكون مفعول الحباية خلص والضغط نزل شوية أنا هخش أفك مية وقت لا إحنا في إيه ولا في إيه؟ ولا ولا خد رايح فين أنت؟ ساك يا عم أنا ما سمحتش لحد يدخل أنا متفق استنى أوعى تنسى كلمة سر عصفور عصفور مين؟ لا ده عصفور كنت مربيه طائر كنت عملته القعده دي تحت ما تتجوزي بقى وتخلصينا انا مش عارفه اكلمك النهارده ولا 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 بس يا حبيبي زي الفل ده اللي اقل منك متجوزين وعندهم عيال حلوين يا بنتي انت كل اللي يهمك تعرفي عنه هي انا عايزاكي تجيبي لي خرزه زرقاء كده حلوه زي كلام اختي تعلقيره عندك انا اهو كوس ياسر 24 ساعه مسطول واشتري بالدنيا بس هو يا ابن ازازه ايه يا بنت؟ ازازه نفترين بيري اكتب عليها بيره تعرف تقرا كويس؟ امال بتسقط ليه؟ ها؟ بتسقط ليه؟ ابرع احنا غشمنا فيك يا حاج انت بس هو يلعب يا عم في ايه؟ ايه صوت الحمار ده؟ طب ابني ويلعب ابنك قعد ولا حلو؟ ابني يا ابني ابني عايزين تبعوني بالرخيص؟ ماشي انا هسمع كلامكم بس يبقى في فتره خطوبه الاول خطوبة خطوبة يا جدعان الله
تعوزني في شبت دي انزل عشان اشتري في البلنتاين دباديب لخطيبتي؟ يا معلم هو احنا هنوقف الجواز عشان خاطر الدباديب؟ بلاها الدباديب. ايوه هات لها ارانيب. ماشي. طب نسوين لما يسالوني راح فين يا زهري؟ قال لهم راح افتح خطيبتي. دول كانوا كلوني. دي فتره وهتروح لحالها يا معلم. البنت برضه بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. من حقها انها تعيش مشاعرها. مشاعرها. زيها زي اي بنت. بنت. خلقها ربنا. ربنا. وسمعني سلام. كتر الشطه تجيب بواسير. كتر الشطه تجيب بواسير. كتر الشطه تجيب بواسير. بواسير ايه وشطه ايه؟ يا معلم ما هو من حق البنت انها تعبر عن مشاعرها برضه. مشاعرها؟ ليه؟ هتجوزها لتامر حسني؟ انا اما احب اعبر عن مشاعري يعني عبر في اوضه النوم في مشاعر مش شتشات اكتر من كده. انت ازاي تتكلم عن اختي بالطريقه دي؟ بس هسيبه مش خطيبته. بكره انت لما تتجوز هتعرف معنى المشاعر. يلا امشي بقى عشان اعرف اتكلم مع المعلم. ماشي يلا امشي. ماله بيعمل كده؟ بيقلب الكلام في دماغه. اصله بياخد وقت على ما يفهم. ان شاء الله طالع لك. اه طبعا مش عمه. اذا كان على منظرك يا معلم قدام الناس ديك عليا هنعمل لك فرح كبير قوي في الحته عشان الناس كلها تفتكر ان انت اتجوزت على طول. بعد كتب الكتاب ده عبر عن مشاعرك براحتك. ايوه اظن ان الحق بقى ان انا اخد الحلاوه دلوقتي عشان انا كمان اعبر عن مشاعري. لا مش لما نرسى على بر الاول يا اونكل. وعفره ومفيش عربيات بتعمل عفره. هانيا ايه الرزق ده؟ ايه الرزق اللي عندكم ده؟ يا 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 ما تكذبش عليا. ما تخليش امد ايدي عليك. يا 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 والله مذاكر والمصحف مذاكر واخد جايزة احسن شاب في البني ادمين. حرامي في البيت. لحظة واحدة. انت كل يوم ايه؟ استاذ مشكش زميلي في الجيم. ده مؤاخذة يا استاذ. ايه ده؟ شفت يا زفت؟ خليك منظرنا زبالة قدام ضيوف لكن حسابي معاك بعدين. هو لسه حضرتك هتتحاسب معاه بعدين؟ اتفضل يا استاذ بشاكش. بوشكش يا فندم. بوشكش حضرتك. ملاهي بشاكش. ايوه هو مين ابو حضرتكم فيه؟ يعني مين ابو التاني مين؟ ايوه طبعا والله واثق من زورك. اتفضل حضرتك. يا بابا يا بابا. لا انا جاي لحضرتك بس كنت بامن على الباب. هو بابا بيشتغل ايه؟ دكتور مخ واعصاب. مجنون يعني. احترم نفسك. ما تنزل ايدك يا ابني. والله هي اللي مرفوعه هتبجيل واحتراما لحضرتك يعني. قوم سلم يا زفت. حاضر. مش انت. حاضر. قوم. هاي دود واتس اب مان كول مي 50 سنت سنت سنت. ما تجيب القناه الاولى فيها بني ادمين عن دول يا مسرور. مين مسرور ده؟ السياف بتاع القصر؟ سياف القصر عندكم هنا؟ العيله دي ببقى عارف بالاشكال دي بيبقى ليهم سياف. طباخ. الطباخ؟ حضر الغداء يا مسرور. حاضر يا باشا. وانا بذبح الخروف المتقطع قدامكم واللي هتاكلوه كمان شويه وجدت متعه غير عاديه. الخروف باصص في عينيا وانا باصص في عينيه وهو عارف اني هقتله ومش قادر يعمل حاجه. زنيت الخروف بالسل قبل ما يموت. وانا يعني انا مش فاهم يعني ايه اللطيف اللي بقوله ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ما يضحكش اني ازل الخروف. استنى استنى ثانيه واحده. يا نهار اسود انت قصد حضرتك انك كنت بتزل.
انت عمرك ما ذبحت خروف قبل كده؟ طب انا حابه خروف ليه؟ ما هو عمل لي حاجه عشان اذبح خروف. كل يا بشاكش. اكلت يا عم اكلت. كل يا بشاكش. والله اكلت يا عم، ده اكلت اكل كتير قوي. ده انا لو برضع مش هاكل الاكل ده. اسمك ايه؟ انا اترمت عليه القنبله ولا ايه؟ دوروا في الخرابه دي وفي اي خرابه جوه. يلا بسرعه، ما تتقلوش قوي في الاكل يا ولاد علشان تقدروا تلعبوا الماتش. تضحك عليه؟ لا بقى اكيد حضرتك بتقول دعابه. طبعا دي دعابه. ده ما نسفوا الترابيزه. اتقلوش ايه؟ ده هينزلوا يا دوب يرجعوا الماتش بعض. ماتش ايه حضرتك؟ امريكان فوتبول. ايه ده؟ امريكان فوتبول. اوكي. النبي يا عمي شوف النبي. بلاش انا بص، خلينا انا العب في اللعب. استرجل ما نسموهم افضل. تعمل ايه؟ هجيب بيكي جول. تعمل ايه يا رب؟ يا عيني يا مجانين. يعني ايه ماليش في الشعب؟ قلبنا الشقه حته حته، ماليناش فيها اي حاجه. انت عارف الديسك ده ما ظهرش في خلال 24 ساعه، ايه اللي هيحصل؟ هجيبه لك من تحت طاقه الارض، بس هو يفتح تليفونه. فواي بقى مش كل شويه هتقعدي تقولي ماما والوفاء والحاجات دي بقى. يعني انت عايز تفهميني ان انت ما عيطتيش خالص في حياتك؟ عمري في حياتي ما عيطت خالص. لا طبعا عمري ما عيطت خالص. ولا حتى وانت بتخرطي بصله كده دموع نزلت كده مثلا؟ ها ما عيطتيش دموع نزلت وانت واقفه كده، او انت نايمه نزلت كده، او متشقلبه نزلت كده؟ حصلش؟ لا 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 مش شخصيتي خالص. هو بيني وبينك الوش المقطقط ده والايدين اللي شبه دي ما تخرطش بصل، دي تخرط كاكا، تخرط تفاح، تخرط كريز. انا ليه طلب عندك بس خايف لتكسفيني. على حسب. ما تشيل الفاترينه بتاعت الكبده اللي انت حطاها على عينيك دي. لو سمحتي بلاش بجد. يعني عينيكي انت ظالمه عينيكي كده، ممكن اشيلها؟ يعني عايز اشوف عينيكي من تحت الازاز ده. عادي ممكن اقلعها، دي حفظ. انا عندي لينسز كمان لابساها وقار. يعني عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اوكي اشيل ولا هتعضي؟ اوعى تعضي. ماشي اقدي بايدي. الله، طب ومخبيهم ليه؟ ها؟ ايه رأيك كده؟ سامعاك. ايه ده؟ سامعاك. سامعني؟ خلاص بقى شفت عينيا؟ ايه رأيك؟ هات بقى النضارة. هات بقى. أقود لبلا. خد يا هاني. الله يحنن عليك يا الخبر ده المقصود منه البلبلة وإثارة الرأي العام. لازم نعرف مصدر المعلومة مين. يا حازم ليه مش مهم مصدر المعلومة، المهم هي صح ولا لأ. والرئيس اتغدى ايه امبارح؟ كشري يا فندم.
انت قلت لسعاده الرئيس ان طبق كشري بخمسه جنيه؟ سالني يا حازم بيه وكان لازم ارد على سعادته. وانت تقول له بصفتك ايه عملت لنا ازمه في البلد يا فندم؟ الناس كلها عارفه. اخر انذار ليك يا متولي، بعد كده حسابك معايا هيكون عسير. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك. ايه مالك؟ لا مفيش حاجه سعادتك. العيش ده خبزينه هنا؟ اه، والنعمه الشريفه يا ريس. دقيق نمره واحد، قمح امريكاني، خميره طلياني. انا عايز اكل عيش من اللي كل الناس بتاكله. بعد الشر عليك يا ريس. بكره جيب لي عيش من فرن بلدي، عيش من المدعم. عيش يا باشا، عيش اهو. وده بعيش ماك ليه؟ اصل انا ما باجي مروح بالليل يا باشا بلاقي الفرن قافل، فقلت اجيب كام رغيف عشان انا والمدام يعني. طيب اتفضل. مساء الخير يا متولي. مساء الخير يا ريس. جبت العيش؟ ايوه يا فندم، بس انا اسف الدنيا كانت زحمه وكوبري كان واقف وقفه غريبه. ما انا جاي من المجلس الصبح، كوبري كان فاضي. ما سعادتك احنا اللي كنا واقفين تحت الكوبري. هنعمل ايه بس يا متولي؟ كباري وطرق وانفاق وعملنا، بنحاول نحل المشاكل بكل وسيله. ايه ده؟ زلط. زلط صغير يا فندم، ما يعملش اي حاجه. وبعدين انا سمعت انه بيساعد في عمليه الهضم. معقول ده يا ابني؟ بس الأمانة يا فندم، الرغيف بشلن وفي متناول المواطن العادي. هي عزومة مفاجئة. في الحقيقة أنا حبيت نتغدى مع بعض النهاردة، ويكون لقائي معاك ولقاء ودي بدون أي رسميات، عشان يبقى عيش وملح برضو. دايما عامر يا ريس. نزل لحضراتكم ده عيش بلدي مدعم جاي من فرن في مصر القديمة. الفول ده من عربية في السيدة، من عند واحد اسمه ايه يا متولي؟ حنفي لا مؤاخذة. احنا لازم ناكل من اللي شعبنا بياكله. جاي سلاو في الاكل اشياء غريبه، بس زي الشعب ما بيستحملنا وبيحبنا وبيبلع علينا الزلط، احنا كمان لازم نحبه ونبلع له الزلط. انا عايز الاكل ده يتمسح فورا. اتفضلوا. We'll be right back.
لجنة. كلهم سألوا عليك في المستشفى. والله دول كلهم؟ ليك حق تفتخر بيهم. أنا نفسي لما بقف قدامهم بحس إن أنا I'm so proud. أكيد أنت كمان so proud of them، صح؟ نعم. يعني هما أكيد يعني ولود حلال يعني. هما مين دول؟ دي العيلة يا رياض. لا عوي. الحمد لله معلش ما خدتش بالعملية. معلش انا عارف العملية يعني بالظبط هي العملية صعب متأثرة بيها انا بس انت عارفة يعني فترة هتعدي. طب هما يعني هما ملمومين كده ليه؟ ده انكل مازن. فين بقى ده مازن؟ ده انكل مازن. عميد؟ نعم. لسه واخد رتبة لواء نصب واحتيال. حديد وشايل رتبة ايه؟ نصب واحتيال. هو نصب لواء سواد يعني. طب ومين التاني اللازم ده اللي هو واخد شيكولاتة كتير ده؟ ده وكيل توفيق. توفيق؟ لا والله؟ كافحة مخدرات. يا لهوي والله ده خد والتاني ابو صباع طباشير ده عارف انا ده. لما كان بقه بايظ الحمد لله دلوقتي مبقاش فيه. ادهم بيع التليفون. انا فاضل لي 5 دقايق وهعترف. اثبت انت دلوقتي رياض باشا ولازم تتعامل على انك رياض باشا. بص ايدك لسه معرفاني على العيله دلوقتي كلها رتب فضلهم جزء عساكر واعلان الحرب. بص ايدك تعالى خدني من البلة دي. لو زنقت في اي سؤال اطلع منه باي حجه وانا من نجمه هكون عندك. لازم النجمه انا مستني من نجمه لازم. هتطلع تنام ولا زعلان زي عوايدك؟ هو لو حضرتك زعلانه او متعوده على الزعل يعني انا ما اقدرش ارفضك اي طلب يعني ممكن ازعل يعني. يبقى اكيد لسه زعلان. لا مش لسه زعلان. خلاص. لا ما هو منحر. بنوي. يا ما حاجه. لا ما تمشي. لا حد زعل بني ادم زي دي. حد زعل بني ادم زي دي. فالله 2 فولت وتنور. نايل على عينك بقى نام في الكبنين في قلب الكنيف نفسه. بلغت عني الحكومة؟ وأنا اللي كنت فاكرك إنك هتبقى الحتة الطرية اللي في حياتي اللي كان عندي استعداد إن أحرم نفسي من الغطا عشان تستغطي أحرم نفسي من العشاء عشان تستعشي. قلت اللي زيك مش لازم يهمش اليوم التلات إيه؟ ولا الأربع. بتقول إيه؟ بقول إيه؟ الزرينة اللي برا دي بتاعت إيه؟ يا عربية الشغل. شغل إيه؟ رياض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فزوق كبسة. كابوس تقوزع. كابوس ما. أنا هقوم أغسل وشي من الصوت البطنان اللي لازم في صدرك ده. تيجي فين في حلقة اللمبي؟ مش هيكتب. ده العوض. عندك. Thank you.
مني وشياكة يا علي. ولا تعرف حاجة لا لك ضب وغير. ايه ده؟ انت حلقت؟ لا يعني حركفت شوية يعني. يا ود كده احلى بكتير. يعني مش يعني كده احلى من absolutely. نعم absolutely. absolutely. انا عاوز افهم انا متجوزه راجل ولا قفص جوافه؟ قفص جوافه. وبعدين جايز الناظر ما كانش يقصد، وانت فهمتي الموضوع غلط. هو ايه اللي ما كانش يقصد؟ بقول لك حاول يبوسني. حاول يبوسك وانت ضربتيه زي ما قلتي، يعني خد جزاءه وخلاص. يا راجل افهم، الراجل عايز يرفدني، محولني للتحقيق. خلاص ما تروحيش انت بكره المدرسه وانا هعدي عليها هزقه. خلاص فكيها بقى، احنا ما صدقنا اهلك الخمد وبدري النهارده. اوعى، ما فيش في دماغك غير قله الادب وبس. طب هاتي بوسه. طيب احترم نفسك يا متولي. يا بنت في ايه؟ انا جوزك وانا الناظر. طب اطفي النور الاول. احلى جمله احب اسمعها، اطفي النور حالا. هو فين البتاع ده؟ مفيش حصص العاب تاني في المدرسه، خلاص انا لغيت الالعاب. ومفيش ابلة انشراح، اقول لكم انا لغيت الفسحه كمان. حضرتك الناظر، ايه الواحد عايز يقابل حضرتك بره. ومين ده؟ اسمه متولي. خليه يدخل الانشراح. حضرتك انا اسمي متولي، جزء قبل انشراح، مدرس الالعاب اللي سعادتك كنت عايز تبوسها. بوسها؟ وانت جاي عايز تعمل ايه يعني؟ المدام متحوله لشؤون القانونيه. شؤون قانونيه ايه يا عم؟ خلينا نتكلم مع بعض بقى. اتفضل من هنا يا استاذ. اورني طلع الجنه لبره. يا عم في ايه مالك؟ ما تخليناش بقى نتهور عليك ومد ايدي عليك بقى. انت بتهددني بمكتبي وتقيل نغلى من البوليس؟ ايه؟ عامل عصابه انت والمدام؟ بلطجه انت؟ امسكوا الجنه ده لحد ما بلغ البوليس. استاذ عبد الفضيل، استاذ عبد الفضيل في ايه؟ وزير التربيه والتعليم بيمر في زياره مفاجاه للمدرسه. معالي الوزير في المدرسه؟ غور غور من وشي، غور غور. اتفضل يا سيادة الوزير، اتفضل. احنا بنرحب بسيادة الوزير وبزيارته المفاجأة، ونقول له احنا جاهزين لأي مفاجأة. سمعونا النشيد يا اولاد. ابتدي. بالعين بالعين احمر. لا مش دي. ابتدي. احنا بالحندور ديرجن ديرجن والحندور ديرجن. ولا دي ولا دي. نشيد الوزير. ابتدي. شرفتي من ابنائي وبناتي، اشكركم وأحب دلوقتي أشوفكم في الفصول. اتفضلوا. معقولة؟ متولي؟ إزيك
يا متولي. سعاده الوزير معاليك وحشني جدا يا فندم. يا راجل يا راجل يا بكاش، انت مش قلت انك هتيجي عند الوزاره وتشرب معايا الشاي؟ ما جيتش ليه؟ حضرتك عارف المشاغل بقى، وانت سيد العارفين. ايوه ايوه انا مقدر وعارف، بس كمان انا بعزك قوي ولازم تيجي تشرب معايا الشاي. حاضر يا باشا. فرصة جميلة يا متولي. مع ألف سلامة يا باشا. شرفت المدرسة يا باشا. ما تطلب البوليس يا عبد الفضيل، مستني ايه؟ متولي بيه، اللي ما يعرفك يجهلك، تسمح لي ابوسك؟ هيبقى انا ومراتي عبد الفضيل؟ اخلع ورا الوزير الانتيم بتاعي. ماشي يا باشا. ما انا عايز افهم بقى، انت ايه حكايتك بالظبط يا متولي؟ طلعتني من الاسم بمنتهى السهوله ورجعتني شغلي، والناظر رقاني، والشكوى اللي متقدمه ضدي اتلغت. انا عايز افهم انت مين بالظبط يا متولي؟ هكون مين يعني يا انشراح؟ حته طباخ غلبان ولا راح ولا جه؟ بقى وزير التعليم بنفسه اول ما يشوفك يجري عليك وياخدك بالحضن يا متولي؟ ما انت اصلك ما تعرفيش الحكايه يا انشراح. وزير التع ولا خليك معايا. وزير التعليم ده كان من ايدي زمان ايام ما كان وزير صغير، والاكل عجبه عشان كده شايل الجميل لغايه دلوقتي. طب وزير التعليم وفهمناها، خرجتني من الاسم ازاي يا متولي؟ ما هو وزير الداخليه كان بياكل معاه. حلوه دي. قول لي واحده تانيه، انا عايز اسمع كل النكت اللي بتتقال. كلها ما ينفعش يا ريس. النكت دي من الحاجات اللي بتميزنا، تخلي الواحد يغزل همه. هو في حاجة حصلت لي كده، هي مش نكتة، موقف يعني حصل لي وأنا بشتغل على العربية. كنت متعود كل يوم الصبح سعادتك أعمل اتنين طاجن، طاجن اللي بتوع الكهرباء وطاجن اللي بتوع البلدية. أما الواد بصل اللي بيشتغل معايا عكس الطواجن، أنت طاجن الكهرباء اللي بتوع البلدية وأنت طاجن البلدية اللي بتوع الكهرباء. راحوا بتوع البلدية جم شايلين العربية، وبتوع الكهرباء قطعوا الكهرباء عليا. يظهر ان انا عكيت يا فندم. بايخه مش كده؟ فعلا بايخه قوي.